ضيفي الكريم دكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجاريه. دكتور علاء، نتكلم على المعارض النهارده اللي موجوده عندنا. نبدا بمحافظه الجيزه، بدات ولا لسه هتبدا الجيزه؟ لا، محافظه الجيزه هتبتدي يوم السبت ان شاء الله اللي جاي. اللي جاي ايه المعرض هتبتدي؟ هتبتدي مش بس هتبتدي معرض رئيسي في شارع فيصل، ومعرض اخر جنب الاهرام، وحوالي 12 معرض في المراكز المختلفه. ولكن انا عندي على مستوى المحافظات، احنا خلاص كسرنا رقم 20 في المحافظات المشاركه. واللي اهم من ده ان داخل كل محافظه التوسعات في منافذ اخرى. يعني احنا افتتحنا مثلا في القليوبيه شبرا، في نفس اليوم سياده المحافظه افتتح بنها. النهارده اليوم شغال، النهارده عدد كبير من المراكز. نفس القصه بني سويف افتتحوا حوالي 30 تقريبا منفذ. ودي هنا بتوجه بالشكر لمعالي المحافظين في كل محافظات اللي وفروا الاراضي، اللي ادوا الظهير السياسي القوي عشان العمليه تتحرك، والساده رؤساء الغرف بالشراكه مع الحكومه اللي نفذوا وبيديروا هذه المنظومه داخل محافظاتهم، سواء من خلال تجار الجمله داخل المحافظه، او من خلال ما توفره وزاره التموين. معالي وزير التموين مدي تعليمات صريحه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه، شركتي الجمله اللي ماسكه الدلتا والشمال واللي ماسكه الصعيد بيوفروا وبيضخوا كميات كبيره من السلع داخلها، الى جانب القطاع الخاص المصري اللي بيوفر السلع بخصومات. ويمكن هناك اليه لعبناها في موضوع الخصومات، غير ان هو بيبيع باقل من سعر الجمله دي في جميع السلع. ايوه، كل مصنع نقى سلعه او اتنين من انتاجه اللي هي تهم المواطن البسيط، وابتدى يبيعها بخساره، وهذه الخساره محملها على الاصناف الفاخره. وهنا يمكن ده لازم ارد على بعض وسائل الاعلام الاجنبيه. ما يباع في المنافذ هي نفس السلع بنفس الجوده بنفس التعبئه للسلع التي تباع في الاسواق. ما فيش فرق. لما بقول اقل جوده، يعني نهائي، احنا بنبيعها رخيص فتبقى اقل جوده، بشيل تكلفه سلاسل الامداد. ايوه، وبشيل تكلفه المحل. لان انا عامل منفذ، الدوله شايله جزء والغرفه شايله جزء. وفي نفس الوقت في حالات كثيره بتتحمل الشركه انها تنزل بالسعر سواء للجمله او اقل من الجمله او لخساره لصالح المواطن. وبالتالي هي نفس السلعه اللي موجوده في الاسواق. ليس هناك فارق لا في الجودة ولا في مستوى التعبئة والتغليف. نعم. نهائي. نعم. وبالتالي السلع زي ما بقول كده نوعها جيد للناس. نوعها ممتاز، ما اقدرش اقول جيد. ممتاز مش جيد. لأن هو اللي موجود في السوق فعلا. وأنا فخور بصناعتي المصرية، لا الصناعة المصرية صناعة متميزة. جبتوا منين رز؟ الرز يا فندم بمجرد دخول مركب رز. أيوه. اللي كان، يعني حضرتك لازم تفهم آلية الرز ماشية إزاي. اتفضل. أنا النهاردة إنتاجي هو عندي أزمة رز ولا لا بصراحة؟ لا ما عنديش. يعني ما